الحاجه مزيانه لان غتكون واحد الراحه بالنسبه للمراه باش تكون حتى هي خارجه. نسلم على راجلي، مهم عاودوا قالوا واحد كلمة خيبة. لقيت الحل الوحيد لأنني خصني ندير هو أنني خصني نمشي ديك الساعة نحط شكاية. أغلبية البنات هما اللي كيخليوك تحرش عليهم، اوريدي تشوف اللباس ديالهم ما يمكنش تبقى غادي وانت ساكت. غادي تكون بونيدي الا خرجتي، ولا واخا تكوني كاع لابسه ميم لابسه جلابه ولا شي حاجه، يعني ميم تكوني لابسه شي حاجه مستوري يعني راه التحرش كاين غيكون مزيان. وكنتمنى دوك الدراري اللي كيديروا التحرش الجنسي راه عندهم خواتاتهم ومواتهم.